يومكم جميل. معاكم ميرا يوسف، دكتوراه مهنيه صحه نفسيه وارشاد، مدرب معتمد دولي، ممارس برمجه لغويه وعصبيه، واستشاري نفسي واسري تربوي باكاديميه استشاراتي. اولا احب اطمنك اننا باذن الله نقدر نساعدك انك تلاقي نفسك وتحبيها وتفهميها، وده من خلال تحليل شخصيه دقيق جدا وخطه علاجيه مفصله تساعدك ان انت تطوري نقاط القوة والضعف بشخصيتك. كمان هنتعلم مع بعض كثير من الطرق والتكنيكات اللي هتساعدك على تقدير ذاتك، وهنفتش جواك لحد ما نبرز مواهبك، ونتعلم ازاي نرتب أولوياتنا وأهدافنا ونحققها. صحيح ان التنشئة الأسرية والتربية ليها أثر كبير على سلوكياتنا وشخصياتنا، لكن أبشرك انك من دلوقتي عندك الإرادة الكاملة انك تطوري شخصيتك، وده هيكون مسؤوليتك انك تقوي مناعتك النفسية. وخليكي فاكرة ان بداية اي تغيير بيبدأ من بداية تقديرك لذاتك، وده هيكون هدفنا في الجلسات. دمتم بسلامة.